كيف يتم سحب الأموال أو التعامل بالأموال الكاش بهولندا أو سحبها من البنك؟ طبعا بالبداية لازم تروح تبحث عن بنك ING وتشوف لك آلة حتى صراف حتى تسحب الفلوس. أنا لقيت صرافين، هذا البنك مفتوح بمدينة روتردام، تحط الباسورد مالك وتدوس البين كود مالتك حتى تسحب الفلوس. أقصى حد 5000 يورو تودع أو تحط، طبعا هم يريدون يسيطرون على المبالغ والفلوس، اللي لازم التعاملات كلها إلكترونية، فمخلي لك أقصى حد 5000 يورو تقدر تسحب أو تودع. تسحب الفلوس ينطيك وصل 5000 يورو أقصى حد، ينطيك وصل وتأخذ الوصل، وبعد ما تقدر تسحب هذا اليوم 24 ساعة فقط. وهاي هي.